شفنا الأهلي وشفنا إزاي تضرر في 5 حالات من بداية الموسم ولم يستفيد في أي حالة تحكيمية، بس عندنا قصة تانية خالص. في احتواء، مفيش احتواء، كلام كتير جدا حصل، وأنا رأيي حاجة واحدة بس رجعت الزمالك للمباراة، ضرب الجزاء سيف الجزيري اللي كنا هنا بنأكد إن هي مش ركلة الجزاء، لكن الأيام بتثبت دايما اللي احنا بنقوله. هي الأيام بتثبت اللي أنا قلته، وهي فكرة يا كابتن عصام خد بالك من تصريحاتك، لأن الحالات بتحطك في مواقف حرجة جدا لما بتكون تحاول تدافع عن أخطاء لصالح فريق معين ضد أخطاء ضد فريق آخر وهو النادي الأهلي، فدايما بتقع في حالة التناقض. أهم حالة من حالات التناقض اللي ممكن توصل لنا صورة التحكيم المصري في 7 جولات للنادي الأهلي و8 جولات لنادي الزمالك هي الحالة دي، حالة فاصلة جدا في مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بخماسية. هنسمع آراء بجد بجد، أنا مش عارف ممكن نتعامل إزاي مع فكرة التحكيم المصري ووجود كابتن عصام عبد الفتاح على رأس التحكيم المصري بعد التصريحات دي. نشوف أول فيديو ونرجع نعقب. هنشوف هل في عرقلة لسيف الجزيري ولا لا في الأقدام. بص الرجل، شفت رجل اللاعب؟ نرجع معلول، شفت معلول بيضرب الرجل فين؟ بيضرب أنهي رجل؟ شوف بيضرب، شوف بس رجل معلول دي بتروح فين؟ تخبط فين؟ نرجع نمشي بقى كده. اهو هنا بقى سقط سيف الدين الجزيري. طبعا هي لعبه، انا شايف التصوير هنا ما خدمش التصوير، واضح التصوير. التصوير واضح وضوح الشمس. لا لا بس مش باين ان في شده فانيلا. طيب يعني هل شده الفانيلا دي؟ لا شده الفانيلا دي احنا بقى في ماتش سيراميكا قلنا ما فيهاش بنالتي بقى. يعني ما انا بتكلم الله، ازاي يا كابتن احمد؟ هم قالوا بيرنتي في سيراميكا. استنى بس يا كابتن، خلينا بس ايه، احنا خلصنا شده التصوير هنا في. انا لما سالت على الشده ولا على العرقله قالوا لا على العرقله. ماشي كده عشان برضه اسهلها لك. هل في عرقله تستحق ركله جزاء ام لا؟ يلا يا كابتن اتفضل. يا عرقله من مين بس؟ من ما ده بقى حضرتك جاوب يا كابتن. ما مش شايفين قدامنا في عرقله؟ ما فيش عرقله. عاوزين صور ثانيه. صور ثانيه، صور ثانيه. ما بقول لك الصفين ده في لقطات ثانيه. هل حمدي فتحي رجله الشمال مع عرقله الجزيري؟ ما ده يا كابتن مش واضح في الصوره قدامنا يا كابتن. كابتن مفيش صورة اوضح من كده. لا مش واضح. يعني حضرتك مش قادر تاخد قرار. مش واضحه. طب قول يا كابتن سمير. يستمر اللعب. يستمر اللعب. لا توجد ضربه جزاء من وجهه نظر حضرتك. بالنسبه للصوره دي مفيش. كابتن عصام عبد الفتاح. انا في لقطه يا كابتن ان في عرقله، طبعا المسك متفق مع حضرتك ما فيهوش ضربه جزاء زيه زي بتاع طارق حامد 100% 100%. والكابتن زي طارق حامد ده كان مسك بتاع سيراميكا. شوف التيشيرت اهو. لا لا أهو. دي لمسه. ده مش مسك. لا يا كابتن ده مش مسك. بتاع طارق كان فيها اصرار. انا على فكره بتاع طارق بتاع سيراميكا انا كنت متفق مع الكابتن. لا هي قبل السكوت. لا قبل السكوت المسك طبعا. لا انا متفق المسك 100% زي بتاع طارق حامد، مستحيل تبقى بلنتي. لكن لو نرجع، لو عندنا لقطه ثانيه نرجع. يا ريت الاستاذ محمد نصر يجيب لنا كل اللقطات، كل الزوايا يا نصر. لان في الا الزاويه دي في لقطه ان علي معلول مد رجله، بس نشوفها. بس يا ريت نشوفها. ركز مع اللحظه. كمل كده اهو. اهو حلو قوي. مد رجله اهو. حلو قوي. كمل يا كابتن. هل خبطت ركبته اسقطته؟ هل خبطه مش واضحه ان كانت رجل معلول؟ لا رجل علي معلول انا لو انتم مش شايفين كويس انا شايف كويس. رجل معلول خبطت رجل حمدي فتحي. لو انتم مش شايفين انا شايف. انا ما بتحركش، ما عنديش حركه. ها علي معلول خبط حمدي فتحي؟ طب يا ريت. لا كان احمر خبط احمر. يعني اهو ادي الاحمر. ده انا بقول ده اللي انت قلت انه مش ضربه جزاء استمر اللعب. ايوه انا بقول. اتفضل يا كابتن. هو طبعا لو في كاميرا من ورا كانت تبقى احسن 100 مره. كان عندنا 400 كاميرا في الماتش ده. الرجل معلول ما هل مع ده في رجل حمدي فتحي؟ في رجل حمدي فتحي. كابتن عصام اتفضل. بامانه يا كابتن الصوره مش واضحه. لو ليك دعوه في أول سنة 2022 ادعي ربنا ما يحطك في زنقة الكابتن عصام عبد الفتاح اللي اتحط فيها بدفاعه المستميت عن ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة 90، وقال إن مفيش شد، وقال ده الشد متبادل، فجاء هنا في ركلة جزاء سيف الجزيري في مباراة الاحتواء قال خلاص أنا مش هقدر أقول على الشد ركلة جزاء. طبعا الكابتن سمير عثمان كان حاسم جدا وأمره واضح جدا وبيعجبني في كده استمرار اللعب، لكن الكابتن عصام قال ايه؟ قال دي مش ركله جزاء وما اقدرش اتكلم على الشد، صح؟ المسك هنا مفيش مش موجود، مفيش شد، والشد مفيش ركله جزاء. ده تصريح مهم جدا لكابتن عصام عبد الفتاح اللي قال ايه؟ الشد ما فيهوش ركله جزاء. تعالوا بقى نسمع لحظه صفا ولحظه تجلي. كان كابتن عصام عبد الفتاح مش واقع تحت الضغط
والتأثير اللي بحي عليه كابتن شوبير لأنه ضغط مهني بيوصف له في حالة ما تقدرش العين المجردة تكذبه. فتعالى بقى نشوف كابتن عصام عبد الفتاح لما ما كانش عليه الضغط ده كان بيقول إيه. هل في أي حالات أنت حضرتك شفتها فاتبسطت قوي إن محمد عادل حكمها صح أو حكام الفار لأن الماتش مليان حالات؟ البعض قال إن هو إدى ركلة جزاء للزمالك كده عشان إيه يهدي الأمور. أيوه. بالعكس ركلة نادي الزمالك كانت ركلة جزاء 100% صحيحة. لو نرجع للحالة هتلاقي إن في ماسك من التيشيرت للاعب نادي الزمالك سيف الجزيري ففي ماسك 100% هو اللي أدى إلى سقوطه وفراخ الجزاء كانت الماسك باليد بس هي الناس كانت مركزة على علي معلول إن هو في الأرض فهم كانوا شايفين باصين على الحتة دي. لاعب آخر لو لاعب آخر هو اللي شاد حاجة هجيبها لك برضه يا كابتن عصام. أهي أنت حضرتك بتتكلم على الماسك بتاع حمدي فتحي لسيف الجزيري. شايف الماسك يا إبراهيم؟ خلاص هو ده اللي خلاه فقد توازنه. هو واضح الماسك حتى التيشيرت واضح انه خارج الجسم فهنا القرار سليم موجود ورقه الجزاء موجوده. اهلا بيك كابتن عصام عبد الفتاح في فيديو الموسم وكل موسم قال الماسك مفيش شد ومفيش ضرب الجزاء. هو كابتن عصام عبد الفتاح اللي كان مع ابراهيم فايق قال لا ده هنا ضربه الجزاء نتيجة الشد. والبعض قال إن هي عشان يهدي الأمور وهو ما كانش عايز يهدي الأمور. شكرا كابتن عصام عبد الفتاح نورت محكمة الأهلي خط أحمر وفار روم لأنك أثبتت إن ركلة الجزاء حرفيا كانت عشان يهدي الأمور وإن كل اللي تعبنا فيه عشان نقول إن في احتواء أنت أكدته بعظمة لسانك في ساعة صف. مش قلت لكم يعني أفضل دعوة في بداية 2022 قول يا رب ما تحطني في موقف الكابتن عصام عبد الفتاح ولا في الزنقة دي. دقيقتين او دقيقه ونص فاصل بين تصريحين لنفس الحاله اللي احتار فيها خبراء التحكيم هي عرقله لعلي معلول لسيف الجزيري ولا شد يا ابراهيم. شايف الشد يا ابراهيم؟ نفس الشد ده يا كابتن عصام انت قلت ما فيهوش ركله جزاء. لكن عندنا تصريح بقى تاريخي هيخش يقول لكم ايه اللي انتم بتعملوه ده، ما تيجوا تتفرجوا على الشغل الصح. نسمع الفيديو ده ونرجع نعقب. طيب البنالتي بتاعت الزمالك برضو البعض قال هم مش عارفين حسبتها على عرقلة ولا على شدة الفانيلا. على عرقلة علي معلول وهو قاعد في الأرض بسيف الجزيري بعد ما مر بالكرة منه. الفار رجعك فيها؟ الفار رجعني فيها واداني كونفيرم وانا مع القرارات المصيرية طرد هدف في ركلة الجزاء. القرارات انذار لو اخطات في انذار لاعب الكلام ده كله لازم ما بستنيش الا حضرتك حتى شفت ان احنا استنينا الكيب من البار. ده الكابتن محمد عادل صاحب يعني روايه الاحتواء الشهيره وهو بيقول شد ايه يا جماعه اللي انتوا بتتكلموا فيه دي عرقله وكمان خدت كونفيرم عليها من حكم الفار. اذا اصلا حكام الساحه بيتكلموا في اتجاه والكابتن عصام عبد الفتاح ما شاء الله بيتكلم في الاتجاهين، شد ما فيهوش ركله جزاء للكابتن احمد شوبير وشايف الشد يا ابراهيم ركله جزاء 100%. في النهايه حط الاراء كده جنب بعض هتعرف او هتجمع كلمه احتواء مباراه القمه. واعتقد دعوه 2022 لازم تقولوها ما تحطناش في زنقه كابتن عصام فتاح. انا بفتكر جمله الصدق منجي فعلا والله لما تشوف الكلام ده تعرف ان الصدق منجي ومهما حاولت تدافع عن اخطاء بشكل غير مهني هتتحط في موقف كابتن عصام عبد الفتاح اللي بسميه موقف الموسم تحكيميا. لا ولكن في موقف تاني. كمان ما هو يعني تاتي الرياح بما لا يشتهي كابتن عصام عبد الفتاح خالص لان عندنا ركله جزاء شهيره ولعبه شهيره سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك وسيراميكا بيتحرم من ركله جزاء صحيحه. تعالوا نشوف الراي بتاع كابتن احمد الشناوي وكابتن سمير عثمان وكابتن عصام عبد الفتاح وهم بيتناولوا اللقطه. نطلع ونشوف الفيديو. ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا نعم تمام. في دفع من لاعب في شد من لعيب نادي الزمالك. أيوه. الاول كان في شد متبادل لكن بعد كده استمر شد لعيب نادي الزمالك زي احنا شايفين في اللقطه دي. نعم. وكان يتعين على حكم الفيديو لو الحكم المباراه لو الحكم مباراه ما شافهاش بالرغم انه مكانه سليم كان لازم حكم الفيديو يستدعي محمد معروف عشان دي بالنسبه لي انا كوره واضحه ركله جزاء. بدايه اللعبه دي في شد متبادل من الطرفين لكن بعد كده استمر الشد زي اللعبه اللي احنا ممكن نصر يجيبها لنا دلوقتي. افضل لعبه هي كانت الاولانيه لدرجه ان التيشيرت الداخلي بتاع اللعيب بتاع سيراميكا ظهرت. انا من وجهه نظري انا واللي اقدر اشرحه للولاد الصغيرين للحكام
ما اقدرش اقول لهم دي مش ركله جزاء. اختلف تماما معاهم ماشي. في هذه الحاله وعلى فكره يا جماعه الحالات دي اللي اختارها الساده الافاضل الضيوف كل الحالات افتقد يعني اختلف تماما في هذه الحاله وهذه الحاله خدت جدل كبير جدا نعم. في الاعلام وتم تحليلها من قبل ناس خارج مصر من قبل ناس في الفيفا وحللها الكابتن جمال الشريف حتى الماسك بدا من لاعب سيراميكا ثم انتهى به طارق حامد وده بنعتبر ان هنا مفيش خطا واضح بدا الاول وبعد كده ساب وبعد كده هو وقع نتيجه لانه اصطدم بلاعب الزمالك اللي على حمزه المسلول الخبراء واجهوا كابتن عصام عبد الفتاح بالصوره اللي قدام عينيه هو كان رايه ان ناس خارج مصر والكلام المرسل اللي احنا عارفينه وبعت رساله لصديق مهم جدا ورد عليا قال لي اللعبه مش ركله جزاء بس في مفاجاه اكبر